اليوم بعد غير الهيبه اللي احنا سواكين بالست راح نروح انا وياك بالحلقات اللي جايه باكثر من ست، بس لكن اهم ست كونك انه انت جاي تطلعين اليوم على الجمهور العراقي وجمهور عربي. انت اول مره انه تتعاونين مع عراقيين؟ انا اول مره اتعامل مع ممثلين عراقيين. اول مره وطبعا هلا بجوز ما ينفهم انه انا عم جامل يمكن لاني على قناه عراقيه، بس صدقا انا متعامله مع كل الجنسيات العربيه ضمن كوادر التمثيل. العراقيين موهوبين، غير انه بالغناء موهوبين، وغير انه عن جد في مواهب عراقيه عن جد جميله جدا. ويعني كنا بالمسلسلات الثانيه نلاقي صعوبه، يعني نلاقي حدا ياخذ الدور، نعمل اوديشنز كثير. مع العراقي يعني خلال ثلاث أربع ممثلين دائما بتلاقي، او ثلاث أربع مقدمين بتلاقي حدا ياخذ الدور. صحيح. هلا بالاخير الشركه تبعيتي هي بتحاول تأمن وجوه جديده، وجوه جديده تاخذ فرص مبنيه على هذا الاساس. فكل ما قامت شركات الانتاج بانتاج مسلسلات اكثر هون بهيدا البلد، فهذا بيعني فرص اكثر لوجوه الشباب الجديده. هلا مع العراقيين انا عن جد بتمنى انه تكون هيدي الشركه هي مفتاح لهدول النجوم الجداد، خلينا نقول نجوم المستقبل رح يكونوا ان شاء الله، لياخذوا فرصتهم. طبعا أنا راح أقول هو إحنا ممنوع إحنا نصرح على العمل، وهذا إحنا نحترم اليوم رأي الشركة، لكن إنه هو بلش بعروس إسطنبول، القصة كنا عرفناها وشاهدوها، وأيضا نجحت بالوطن العربي، من ثم نجح عروس بيروت. والآن إنه المفترض أو حسب ما أني وصل لبعض الأخبار إنه احتمال إنه يصير إنه أكو عروس بغداد، أو هل في يوم ما راح نشوف أكو عروس بغداد؟ هلا انا ما بعرف شيء عن هذا الموضوع صراحه. وين سمعان انت؟ بس ما يصير احنا نصرح. لا بس في اعمال عراقيه عم تتصور هون، مو بس يعني من شركات انتاج من خلال شركتك. كم عمل ان شاء الله بالمستقبل راح يكون عراقي او ابطال نجوم عراقيين؟ في عملين.